والآن إلى منطقة المعادي بالتحديد في شارع الجزائر، حيث هو الانفجار الذي وقع منذ قليل. ومعي مباشرة جيرمين إبراهيم في المنطقة. أهلا بك جيرمين، وكيف تبدو التفاصيل لهذا الانفجار الذي وقع منذ قليل؟ مساء الخير حساني، بالفعل نتابع معكم من منطقة البساتين في ميدان الجزائر في منطقة المعادي تفاصيل الانفجار الذي وقع منذ قليل وأدى إلى وفاة بالإضافة إلى ثلاث إصابات. يعني بالتحدث لمدير مباحث منطقة المعادي أو قسم المعادي هنا لمعرفة تفاصيل هذا الحادث، ما صرحه لنا بأنه الانفجار نتج أنه خفير أحد الحدائق الموجودة في منطقة المعادي المتواجدة خلف، يمكن الحديقة بتظهر خلفي في الصورة، كان بيقوم صباح اليوم بتنظيف هذه الحديقة بالفأس واصطدم الفأس بجسم معدني، أدى هذا الاصطدام إلى الانفجار الذي حدث وأدى ونتج عنه وفاة الخفير. وبالفعل تم نقل جثمانه إلى مستشفى البساتين لليوم الواحد، بالإضافة لثلاث إصابات لزوجة الخفير وطفليه، طفل يبلغ من العمر 11 عاما وطفل 9 سنوات حسب ما صرح لنا يعني مدير المباحث لقسم المعادي، وتم نقلهم لمستشفى القصر العيني. الاصابات كما ايضا صرحوا لنا هي اصابات سطحيه، هناك تواجد لرجال الكشف عن المفرقعات في المنطقه لتمشيط المنطقه والحديقه لتبين اذا كان يوجد هناك اي اجسام اخرى في هذه المنطقه. الرواية تذهب أنه الجسم ربما كان قديم موجود في الحديقة وبالصدفة تم اكتشافه. يعني حاولنا السؤال ما إذا كان يوجد هنا أي يعني شخصيات عامة أو مسؤولة في الدولة تسكن في المنطقة، خاصة أن منطقة المعادي معروفة بهدوءها، لكن أو أنه أيضا كما تم توارد أنباء بأنه كان الأمر بيستهدف إحدى الكبائن الكهرباء هنا في منطقة المعادي، ولكن كما تم التصريح لنا أنه هو فقط جسم قديم كان موجود في الحديقة وبطريقة الصدفة تم انفجاره، ولا يوجد استهداف لأي شخصية أو حتى لأي كبائن للكهرباء. هناك سيولة مرورية في محيط منطقة الانفجار، لا يوجد هناك أي إغلاق جزئي أو كلي في محيط المنطقة أو محيط العمارة السكنية الموجودة خلفي التي وقع بها الانفجار صباح اليوم. أعود إليك مرة أخرى. إذن جيرمين، كيف بدت أو تبدو إليك من خلال التفاصيل المتواجدة حالة المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات؟ يعني كما ذكرت لك حساني هي حالات سطحية، يعني كانت الإصابة الأكبر في الخفير الذي توفى صباح اليوم وتم نقله إلى مستشفى البساتين لعلاج اليوم الواحد، لأنه بطبيعة الحال هو من اصطدم فأسه بالجسم المعدني الذي حتى الآن لم تخرج أي بيانات رسمية عن طبيعة هذا الجسم. والإصابات السطحية جاءت بزوجته وأطفاله الذين كانوا يتواجدوا في محيط الانفجار، ولكن كما تم أكيد لنا وكما ذكرت أنها إصابات سطحية لا تستدعي حتى أنه يعني أي تدخل جراحي. لكن هي هذه الإصابات يعني هل تم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف التي جاءت إلى المكان، بمعنى يعني سرعة وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين، وكيف أيضا يعني حالة المتوفي، ما الذي سوف يحدث الآن بعد يعني وفاته؟ بالفعل بمجرد وقوع الانفجار وصل رجال الحمايه المدنيه ورجال الكشف عن المفرقعات وسيارات الاسعاف والتي قامت بنقل المصابين لمستشفى القصر العيني. الجثمان المتوفي يوجد في مستشفى البساتين، بالطبع سيكون هناك تشريح للجثمان لمعرفه اسباب الوفاه بالتحديد، وهي بالطبع ناتجه عن هذا الانفجار، ولكن اذا كان يوجد اي شظايا تدل على طبيعه هذا الجسم المعدني بعد ذلك سيتم صدور قرار بدفنه بعد صدور البيان الخاص بالتشريح. بعد ذلك يعني او في هذه اللحظات جيرمين، كيف يبدو الوضع الامني من ناحيه وضع طوق امني حول المنطقه، ايضا ما يمكن ان يكون هناك ايضا اتجاه من قبل افراد النيابه لمعاينه ما حدث في هذه المنطقه؟ بالفعل أفراد النيابة ورجال كشف عن المفرقعات يتواجدون داخل الحديقة التي وقع بها الانفجار الموجودة في المشهد خلفي، يقومون بتمشيط هذه الحديقة وتمشيط المنطقة. هناك
بالطبع تواجد أمني مكثف، ولكن لا يوجد يعني أي إغلاق للطريق. وبالطبع نحن في انتظار صدور البيانات الرسمية التي ستدل وستشير إلى طبيعة الجسم المعدني وكيفية حدوث هذا الانفجار، ولكن الوضع نستطيع أن نصفه بأنه هادئ الآن، بيتم فقط تمشيط المنطقة ومعرفة أسباب هذا الانفجار وتفاصيل العبوة الناسفة. يعني وأنت تحدثين الآن مباشرة أرى يعني من خلفك جموع من المواطنين في المكان، أيضا أفراد الأمن أو المباحث التي تتواجد في المنطقة لكي تحاول أن تخرج بتفاصيل كثيرة حول هذا الحادث. بالفعل حسين، يعني مشهد يتحدث خلفي، بالطبع يوجد تواجد من المواطنين، وهذا المشهد نراه وأصبحنا نتعود عليه بعد كل حادث يحدث، أن المواطنين يتواجدون في محيط المنطقة خلف الكردون الأمني بالطبع، الذي يضعه رجال المباحث ورجال الشرطة يريدون معرفة تفاصيل هذا الانفجار ومعرفة أيضا أو الاقتراب من المشهد بشكل كبير. ولكن بالطبع هناك كردون أمني في محيط حديقة المنزل الذي حدث فيها الانفجار، وحتى الآن رجال المباحث والكشف عن المفرقعات كما ذكرت يتواجدون في محيط هذه المنطقة في البحث وأيضا تمشيط المنطقة وبدء التحقيقات الخاصة بهذا الحادث. إذن أشكرك جيرمين إبراهيم، كنت معنا مباشرة من موقع حادث الانفجار في شارع الجزائر في منطقة المعادي.